بالنسبه لمرضى السكري عندنا جوج الانواع ديال مرض السكري. عندنا السكري اللي كنقولوا ديابيت تيب 1 وديابيت تيب 2. بالنسبه للناس اللي عندهم ديابيت تيب 1 في غالب الاحيان كيكونوا دي جون، كيكونوا ناس صغار وكيكونوا مصممين على انهم يصوموا الوغ كو ما خصهمش ابدا يصوموا. علاش؟ حيت الذات ديالهم كتحتاج الانسولين. اييه، لكن الناس اللي كيضربوا البرا، ملي كيضرب البرا الي اوبليجي انه يتبعها بالماكله، دونك ما يمكنش لوجيكمون ما يمكنش يصوم، حيت كيطيح لينا في ديزيبوغليسيمي، كيطيح نسبه السكر في الدم، كيولي عندنا مشكل اكثر من انه يطلع لينا السكر في الدم. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم سكري ديابيت تيب 1 هادو ما كيصوموش. النوع الاول. النوع الثاني ديال السكري هو ديابيت تيب 2. دونك هاد الناس كيبقى اوكا باركا، كاين الناس اللي يقدروا يمشيو عند الطبيب ديالهم وكيقاد ليهم تريتمون على انهم ياخذوه مع الفطور مع السحور. في غالب الاحيان كيكونوا كياخذوا غير الحبوب ديال الداء السكري، وفي غالب الاحيان لو سوار كيكون عندهم الانسولين. دونك ديك الانسولين كاينه وكتكون في العشاء اللي كتضرب في العشاء ولا قبل من السحور. دونك هاد الناس ما عندهمش مشكل. الناس بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ديابيت اللي كيكون ديزيكيليبري، كيكونش منتظم، كيكون عندنا واخا كياخذ لو تريتمون ديما السكر طالع ولا نازل. دونك هاد الناس من الاحسن يتجنبوا الصيام. كيف ما قلت لك دونك كيبقى الميدسان المعالج ديالهم هو اللي كيعطيهم بحال قلتي ديك لا كارت فيرت واش تصوم ولا ما تصومش. بيان سور الناس اللي كيصوموا وفيهم السكر خصهم يتعلموا حاجه ضروريه، وما انهم يعرفوا الحاله اللي كتجيهم ديال ليبوغليسيمي، حاله راه كيحسوا بها، كيحسوا بالعرق، الدات ديالهم كتعرق بزاف، كيرجفوا اكثر من القياس، كيوليو يشوفوا فلو. دونك في هذه الحاله كيعرفوا باللي السكر راه طايح في الدم. ملي كيطيح في الدم ما خصوش يبقى صايم، خصو ياكل، ياخذ ليا شي طوبه ديال السكر في نص كاس ديال الماء، ولا يحاول ياخذ حاجه حلوه باش يطلع ليا السكر. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي الناس اللي عندهم سكري وكيصوموا خاصهم بوندون لا جورني يعبروا السكر على الاقل في الصباح على الريق، في وسط النهار، وساعتين من مورا الافطار باش يراقبوا السكري، باش ما ندخلوش في المشكل ديال ليبوغليسيمي في وسط نهار ديال الصيام، وما ندخلوش في ليبرغليسيمي عاوتاني مورا الافطار. اذا كان واحد عنده السكري وكيصوم كيقول لك كنحس براسي مزيان، ولكن كيدير هاد ليبوغليسيمي في الصباح وفي الليل كيدير ليبرغليسيمي بزاف، هادو جوج الحالات خصو يرجع عند الطبيب ديالو ويقول ليه هاد المشكل اللي عنده، باش هو يا اما يقاد ليه لو تريتمون ديالو السكر ولا غيمنع عليه الصيام بصفه نهائيه. بقات لنا الحاله الثالثه، هي الحاله ديال النساء الحوامل اللي عندهم السكر، اللي كيكون عندهم السكر قبل ولا كيبان عندهم السكر خلال الحمل ديالهم. دونك هاد النساء كيف ما قلت طوطالوغ ممنوع عليهم الصيام منعا كليا.